السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم، وأذكركم وأذكر نفسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأسأل الله تبارك وتعالى يسهل لنا بهذا المجلس الذي نجلسه، أو هذه المجالس التي سنجلسها بحول الله وقوته، أن يسهل لنا طريقا إلى الجنة، اللهم آمين. اختار إخوانكم في مركز نبراس أن تكون مجموعة من المحاضرات في التعليق على الأربعين النووية وزيادتها للحافظ بن رجب رحم الله تبارك وتعالى الإمامين النووي وبن رجب ومن حضر. سنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر هذه الأحاديث الأربعين والتعليق عليها، ولكن قبل ذلك نتعرف على قصة الأربعين حديثا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها. وأخرج هذا الحديث البيهقي في شعب الإيمان، ولكن الحديث ضعيف جدا. وفي رواية: كنت له شفيعة، أخرجه ابن عساكر، وهو أيضا ضعيف جدا. ومن الأربعين مما جمع العلماء 40 في الجهاد، 40 في طلب العلم، 40 لأهل الشام، 40 لأهل مكة، 40 بعدد رجال الإسناد، وكثرت قضية 40 حديثا. النووي رحمه الله تعالى يقول: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. يعني هذا الحديث يقول أنا ما بنيت على هذا الحديث الضعيف، يقول اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وذكر أن اعتماده في تأليفه ليس عليه، بل على أحاديث أخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فحدث بها كما وعاها. فيقول هذا هو الذي اعتمدت عليه. ممن جمع 40 حديثا ذكر النووي 13 من العلماء ألفوا في 40، فذكر أولهم عبد الله بن مبارك، وآخرهم أبا بكر البيهقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم جمع في الفروع، وبعضهم جعلها في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في طلب العلم، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب. كل واحد يؤلف 40، يجمع 40 حديثا في مسألة ما. قال: وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. أما 40 التي جمعها النووي رحمه الله تعالى فقال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. يعني أراد أن يجمع أهم 40 حديثا وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ثم التزمت في هذه 40 أن تكون صحيحة. قال: ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. هذا اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى، وفعلا نفع الله بهذه 40 وانتشرت وصارت يعني مقصدا لطلبة العلم ولشراح الحديث أن يقصدوا هذه الأحاديث 40. ودائما أي إنسان يبدأ بطلب العلم ينصح بحفظ 40 النووية، وهي في الحقيقة ليست 40، وإنما هي 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. ثم جاء الحافظ بن رجب رحمه الله وشرحها، شرح هذه 42 حديثا، ثم أضاف إليه 8 أحاديث يرى أنها مهمة. الحافظ بن حجر بن رجب الحنبلي زاد على 42 حديث، زاد 8 أحاديث يرى أنها مهمة أغفلها الإمام النووي، فصارت 50، وجمع في كتابه العظيم لذو جامع العلوم والحكم. والكتاب جدا نافع للإمام ابن رجب الحنبلي في شرع 40 النووية والزيادة التي زادها.
الوقت قصير، 5 أيام لخمسين حديثا، في كل يوم 10 أحاديث، والوقت كما ترون قصير بين المغرب والعشاء، لذلك ستكون تنبيهات يسير على هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. أما راوي الحديث وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي أبو حفص، وحفص هو ترخيم لحفصة وهي أكبر أولاد عمر رضي الله عنه، وهي أم المؤمنين، فيقال له أبو حفص، وحفص هي حفصة أم المؤمنين، كما عائشة يقال لها عائش من باب الترخيم عند أهل العلم. وهو الفاروق، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين. أسلم في السنة 6 من البعثة، واعتز المسلمون بإسلامه، بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر 13 من الهجرة، وقتل شهيدا على يد أبي لؤلؤ المجوسي 23، فكانت مدة حكمه 10 سنوات. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 500 حديث. مكانة هذا الحديث، قال الإمام أحمد: 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها. 3 أحاديث تدور عليها الشريعة كلها، أولها حديث عمر هذا إنما الأعمال بالنيات، وثانيها حديث عائشة: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وثالثها حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين، وكل هذه الحديث موجودة في 40 النووية. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ولذلك الإمام النووي في كتابه هذا بدأ، وفي رياض الصالحين بدأ بهذا الحديث، وفي كتابه الأذكار بدأ بهذا الحديث، والبخاري في كتابه الصحيح بدأ بهذا الحديث. فكثيرا ما يحرص أهل العلم على أن يبدأوا كتبهم بهذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، من باب سؤال الله تبارك أن يحسن نيتهم، أن يجعل نيتهم له خالصة له دون غيره سبحانه وتعالى. هذا الحديث من حيث إسناده هو حديث مشهور في آخره، غريب في أوله. غريب هذا الحديث، غرابته أنه لم يروه عن النبي إلا عمر بن الخطاب، هو الوحيد الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن عمر رجل واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة واحد وهو محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. قالوا ثم رواه عن يحيى بن سعيد يعني قريب من 200 رجل أو نفس رواه عن يحيى بن سعيد، فهو في أوله غريب، يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، ثم بعد ذلك انتشر عن يحيى بن سعيد. وهذا أول حديث بدأ به الإمام البخاري صحيحه، وهو حديث غريب يسمى عند أهل العلم أو فرد، وهذا عند صلاح أهل المصطلح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى الأعمال بالنيات؟ قالوا: أي صالحة أو فاسدة. يعني النية هي التي تجعل العمل، إذا كان لله فهي أعمال صالحة، وإن كان لغيره فهي أعمال فاسدة، أو الأعمال بالنيات مقبولة أو مردودة. النية هي التي تحدد هذا العمل مقبول أو هذا العمل مرفوض، أو الأعمال بالنيات أي مثاب عليها أو غير مثاب عليها بحسب نيته. يعني إذا نوى نية صالحة أثيب عليه، إذا لم ينوى نية صالحة لم يثب عليها. كل هذه محتملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، أي هي ليس تكرارا. من كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله ليس تكرارا، وإنما من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، هو هاجر الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. يعني الأولى أعمال العبد، الثانية الثواب الذي يتلقاه العبد في قوله فهجرته، أي كائنة صالحة مقبولة عند الله حكما وشرعا. قوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة
ينكحها. قال فهجرته إلى ما هجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا أو هجرته إلى المرأة لحقارة ما هاجر إليه. يعني كأنه يقال ضيعت عمرك مهاجر تعبانها عشان امرأة تتزوجها وعشان دنيا تصيبها. فلتحقير هذا الأمر لم يذكر، قال هجرته إلى ما هاجر إليه، فذكره بالضمير ولم يعلن عنه تحقيرا له كما قال أهل العلم. سبب ورود الحديث، متى قال النبي هذا الحديث، أو لماذا قال النبي هذا، ما السبب الذي دعا النبي أن يقول هذا الحديث؟ قال ابن مسعود كان عندنا رجل يقال له مهاجر أم قيس، وهذا مهاجر أم قيس رجل أراد أن يتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فطلب يدها قالت حتى تهاجر في سبيل الله، إذا هاجرت أتزوجك، هذا مهري، مهري هجرتك، ما تهاجر لن أتزوجك. فهاجر ليتزوجها، هاجر ليتزوجها، فقصد الهجرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرة لامرأة ينكحها كأمثال هذا الرجل، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. فرق بينه وبين عمر وأبي بكر وعلي وعثمان وسعد وسعيد الذين هاجروا لله، تركوا الدنيا لله سبحانه، هذا هاجر لأجل هذه المرأة ليتزوجها. فقالوا هذا سبب ورود هذا الحديث. هذا الحديث اسناده صحيح، يعني من حيث أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس وطلب يدها فقالت حتى تهاجر فهاجر لأجل ذلك. لكن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأجل هذا الرجل أو لا، لم يثبت في هذا الشيء، لكن ثبتت هذه القصة أن الرجل هاجر لأجل أم قيس. فائدة النية، ما فائدة النية؟ قال أهل العلم تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذه النية التي توجد في كلام الفقهاء، يعني الظهر ولا العصر، نية وضوء ولا اغتسال، نية صدقة أو زكاة، التي تميز العبادة، التي تميز العبادة. فلذلك لابد أن ينوي أن هذه زكاة، ما يصير يدفع مالا لفقير بعد يقول أبجعلها زكاة، لا ما يصير، أنت أخرجتها بنية ماذا؟ صليت ما قال صليت الظهر بس بخليها العصر، لا ما يصير. إذن لابد أن النية تبين، إذن تمييز العبادة، تمييز العبادة عن بعضها عن بعض. النوع الثاني تمييز المقصود بالعمل، هل أردت الله أو أردت غيره، هل تصدقت لله أو تصدقت شوفوني حتى يراك الناس، تمييز القصد، لمن هذه العبادة، هل هي لله أو لغيره. العمل لغير الله سبحانه وتعالى يكون ثلاثة أحوال، الأول أن يكون رياء محض كحال المنافقين، قال الله تبارك وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهذا رياء محض، هذا مرفوض غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. وقد يحدث أيضا في الصدق أن يتصدق حتى يراه الناس، ولذلك الحديث المشهور أول ثلاثة تسعر فيه النار جهنم منهم قارئ القرآن والجواد الكريم والشجاع الجريء، قال إنما فعلت هذا ليقال جريء، إنما فعلت هذا ليقال جواد، إنما فعلت هذا ليقال قارئ، وفي النهاية خذوه إلى النار، كلها لا ثلاثة. فهذا رياء محض أرادوا به ثناء الناس. الثاني عمل لله مع رياء، يعني خلط بين الأمرين، أراد الله وأراد الناس، هذا يقول إن شاركه في أصله فباطل، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ما يقبل الله تبارك وتعالى، حتى يكون العمل خالصا لله وحده سبحانه وتعالى. الثالث عمل يخالطه غير الرياء، يخالطه غير الرياء، مثل الجهاد في سبيل الله والمغنم، لماذا خرجت للجهاد؟ قال خرجت للجهاد في سبيل الله، أريد الجهاد في سبيل الله ونحصل لنا شيء إذا انتصرنا مغنم، لماذا تحج؟ قال أحج في للحج، الحج فيه أجر عظيم هذا، وأيضا تجارة هناك أبيع وأشتري وكذا أستفيد. فهذا إذن أراد الجهاد والمغنم، أراد الحج والتجارة، فهذا له أجر الحج ولكن ليس أجره كأجر الذي قصد وجه الله فقط، وهذا له أجر الجهاد لكن ليس كأجر الذي خرج للجهاد ليعلي كلمة الله فقط وليس لأجل المغنم، فهذا له أجر لكن أجره ناقص عن أجر الذي قصد وجه الله سبحانه وتعالى فقط دون غيره. ثناء الناس هل يؤثر على الإخلاص أو لا يؤثر على الإخلاص؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يعمل العمل
ويحمده الناس، يعني الناس يحمدون على هذا العمل، يعني ما حكمه؟ أنا تصدقت فأثنى علي الناس، ما قصدت الناس، قصدت الله، لكن الناس أثنوا علي، شافوني وأثنوا علي. أنقذت شخصا فأثنى الناس علي، أنا ما أنقذته ليثني الناس علي، ولكن أنقذته طاعة لله تبارك وتعالى، فأثنى الناس علي. هل يؤثر هذا في عملي؟ هل يؤثر هذا في أجري؟ فقال لما سئل النبي عن ذلك قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا لا يضرك. أهم شيء أنت لما عملت العمل ماذا أردت؟ أردت وجه الله؟ علم الناس لم يعلموا، أثنى الناس لم يثنوا، لا يؤثر شيئا. ولكن قد يكون ثناء الناس يقول هذا عاجل بشرى المؤمن، أن الحمد لله سأل الله القبول يقول بعد ذلك، لكن لا يتفاخر أمام الناس ويبدأ يذكره فعلت وتركت. كلمات في الإخلاص، قال أهل العلم المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. من منا يريد أن يعرف الناس سيئاته؟ لا أحد، كل حد يحب الستر، أن الناس لا يطلعون على أخطائه، كما أنك لا تحب أن يطلع الناس على أخطائك لا تحرص على أن يطلع الناس على حسناتك. كما تحب أن تكتم سيئاتك أحب أن تكتم حسناتك. اجعل الأمر لله بينك وبين الله تبارك. تصدقت بصدقة ليس بضر أن يعلم الناس، لا يعلم الناس، الله يعلم. أنت ماذا تريد؟ تريد الأجر من الله أو من الناس؟ إن أردت الأجر من الناس فضيعت وقتك ومالك وقد تأثم على هذا، وإن أردت الله تبارك فالله قد علم ويكفيك هذا. فالمخلص هو الذي يكتم حسناته كما يحب أن تكتم سيئاته. وقال سهل بن عبد الله ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. النفس تحتاج تربية، تحتاج تدريب حتى تكون مخلصة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ الإخلاص شاق عليها تماما، لأنه لا حظ له فيه، لا حظ لها فيه أبدا، لا حظ لها في هذا العمل، لأنه لله وحده. ما في فخر أمام الناس ويشوفوني ويثنون عليه ويمدحونه، وهذا لا لا، ما لها حظ فيه النفس. ولذلك لا يحرص الإنسان على معرفة الناس لهذا العمل. قال مكحول ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. هذا ثواب عاجل في الدنيا. وقال ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. يعني هذه الأعمال التي يعملها الإنسان بلا إخلاص نقول له تعبت نفسك وما لك فيها أجر، فلان لعب أحسن منك، أنت على الأقل صليت وصمت وهذا وبعدين ما في فائدة، أثقلت كاهلك ولم تستفد شيئا من هذه الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. حسان بن أبي سنان تقول زوجته كان يجيء فيدخل معي في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي. حتى زوجته ما يبيها تدري، يسوي نفسه نايم ينومها وينام، إذا حس أنها نامت نزل من الفراش وراح يصلي. فلعلها في بعض الأحيان لم تنم فعلمت أنه يقوم يصلي رضي الله. حتى زوجته لا يريد أن تدري أنه يصلي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول محمد بن إسحاق صاحب السيرة كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه ورحمه كان يخرج في آخر الليل ساعة 2 في الليل 1 في الليل آخر الليل، الناس نيام، يخرج يوزع الطعام على البيوت. كان أكثر من 20 بيت وقيل من 40 بيت يضع الطعام عند البيت، يستيقظون الفجر يجدون الطعام عند البيت، ما يدرون من أتاهم بالطعام إلى أن مات علي بن حسين، لأنه لما مات فقد الطعام 40 بيت أو 20 بيت فقدوا الطعام. قال وين الطعام كان يأتينا؟ قالوا مات علي بن حسين بس هذا اللي كان يأتينا بالطعام. ما علم الناس أنه هو الذي كان، حتى خدمه حتى أصحابه القريبين حتى ما يدرون، وإنما فعله بينه وبينه لنسميه خبيئة، عمل بينه وبينه ولتكن لك خبيئة، بينك وبين الله لا يطلع عليها أحد.